قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان تنظيم الدوله الاسلاميه اختطف اكثر من 400 شخص بينهم نساء واطفال في مدينه دير الزور، واوضح المرصد ان تنظيم الدوله او تنظيم الدوله اختطف هؤلاء من قريه البغيليه بعدما سيطر عليها مع مناطق اخرى في شمال غرب المدينه، والتي شن هجوما عليها يوم امس.